FM. الكل مليك. لك شفنا فالور سور معناتها في التونسيه بصراحه الحوار التونسي بالنسبه لمحمد بوغلاب معناتها عطاوك حقك قدرك في ليميسيون جو بونس. اني خرجت من التلفزه الوطنيه لاني حسيت انه ما عطاونيش قدري. مانيش نحكي على الجانب المادي. نحكيو على اهميه البرنامج الاعداد ليكيب ستاف تاع ليميسيون. كلمه معناها تشريني معناها ما لقيتش التعامل اللي في احترام. انا اليوم عمري مش 20 سنه. وعديت معناها اليوم معناها شو مش نستنى حكم الجمهور. اليوم نعرف اني شنو قيمتي مهنيا ونعرف المكانه اللي لازم نكون نشغلها. وحددت معناها اختياري، اخترت اني نكون صحافي. عديت سنوات واني متذبذب معناها يعني بين اني نخدم في الاداره وبين اني نعمل يعني العمل الصحفي. نعترف اني ضيعت برشا سنوات من عمري في الاداره، في حكايه ما توصل لحد شيء، في الاخر ثم لانغراتيتود توتال. ثم التنكر للي تعمله، اولا هو محكوم عليك تبقى في الظل. وانت تعمل الاختيار هذا اختيار واعي وانت راضي به وقابله. لكن تزيد من فوق معناها النكران. يا سيدي تنكر، اما اللي تحسن له يولي هو اول شخص يسبك واول شخص معناها يحاول يسيء لك. الكلمة ليك.